بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا متابعين الكرام. للاسف المسحه الثانيه لصلاح ايجابيه، تم اجراء مسحه ثانيه لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي، واظهرت النتيجه ايجابيه الحاله باصابه النجم الكبير بفيروس كورونا، وجاري اتخاذ كافه الاجراءات الخاصه بذلك واتباع البروتوكول الطبي العالمي اللازم للحاله بمعرفة الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني. وكانت المسحة الأولى قد ظهرت نتيجتها إيجابية، إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إجراء مسحة ثانية للتأكد من الإصابة، حيث تلقى حالة إصابة النجم الكبير اهتماما كبيرا من الاتحاد على جميع المستويات، ويتمتع نجم مصر بروح معنوية عالية، إضافة إلى أن أي من عوارض الإصابة المعتادة لم تظهر عليه، فيما تم تجهيز غرفة خاصة بالعزل وغرفة أخرى لمتابعته طبيا في الوقت الذي يتواصل فيه طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا مع الدكتور كيم موكسن رئيس الجهاز الطبي لنادي ليفربول للمتابعة والتنسيق أولا بأول. إذن المسحة الثانية لمحمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول إيجابية، ربنا يشفيك يا محمد وترجع بسرعة بإذن الله للملاعب. ياريت كله يدعيله في التعليقات، تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.